بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم في شوب دروينج الاسقف اللي هي الفلات سلاب. تمام كده. اول حاجه انا عايز والله اعلمك ازاي تقرا اصلا لوحه الديزاين بتاع الفلات سلاب. بالنسبه للناس اللي هي درست معايا ديزاين المفروض انتوا طلعتوا اللي واحده، المفروض يعني. بالنسبه للناس اللي بتدرس معايا ديزاين انتوا هتطلعوا اللي واحده. بالنسبه للناس اللي مش بتدرس ديزاين خلاص يبقى ركزوا معايا، ماشي؟ هو حضرتك بس. الفكرة كلها ان هنا الديزاينر بيطلع لي اللوحة دي. طيب اللوحة دي فيها ايه؟ اللوحة دي لوحة تسليح سقف فلات سلاب. لقيته هنا بيقول لي العلامة دي معناها ان دي الشبكة بتاعة السقف. بيقول لي ايه؟ بيقول لي بوتوم مش الشبكة السفلية 6 فاي 10 على المتر. بيقول لي التوب مش بتاعك 6 فاي 10 برضه، يبقى انا عندي شبكة سفلية وعلوية كام؟ 6 فاي 10. الأول حاجة أنا عندي هنا شبكة، دي الشبكة دي عبارة عن حديد سفلي في اتجاه اكس، حديد سفلي في اتجاه واي، اللابات كلها تتقفل والعيون كلها معايا. حديد سفلي في اتجاه اكس، حديد سفلي في اتجاه واي، حديد علوي في اتجاه اكس، حديد علوي في اتجاه واي. يبقى الشبكة دي بتتفك بأربع لوح. ليه؟ لأن أماكن الوقفات قد تكون مش زي بعضها، أو هي أكيد مش هتكون زي بعضها. فبالتالي أنا هنا عايز أعمل حاجة اسمها لاي أوت. هشوف كل سيخ هيبدا يترص ازاي ويقف معايا فين، تمام؟ عشان بحسب هنا السياخ باطوالها بالظبط. ده بالنسبه للشبكه. نفس الكلام عندي اضافي علوي في اتجاه اكس، اضافي علوي في اتجاه واي اللي هي كبات الامداد، ما هي رايح جاي، تمام؟ اضافي سفلي في اتجاه اكس واضافي سفلي في اتجاه واي. يعني لوحه الفلات سلاب دي بالصلاه على النبي كده تتفك بكام لوحه؟ 8 لوح. ده فعلا اللي بيتعمل، 8 لوح. هتنزل الموقع بكام؟ باربعه. تنزل الموقع لوحه الشوب دروينج هتنزل بايه؟ باربعه. هتتفك بكام؟ بثمانيه. يعني ايه هتتفك؟ تعالوا بس اما افرجكم على الناتج النهائي الاول وبعدين نبقى ايه؟ نعمل زي. شايف دي؟ الراجل ده عامل لاي اوت هنا للبلاطه السوليد سلاب اللي هي كانت على جنب، اللي هي السقطه بتاعت الحمام دي. ادي في اتجاه واي وادي في اتجاه اكس اللي هو ايه؟ تسليحها. طيب تعالى بص معايا هنا كده احنا عاملين ايه؟ انا فرد لك هنا ده الحديد ده من واضح من شكل الجنش ان هو كان حديد اضافي علوي في الزون ده. ادي ده برضو حديد اضافي سفلي اللي كان في الزون ده، وده فرش الكانتليفر اللي كان في الزون ده سفلي برضو. طيب وايه القصه دي؟ ادي الفرش السفلي في اتجاه اكس، تمام كده؟ ادي هنا الغطا برضو السفلي، الفرش العلوي، الغطا السفلي. دي انا بسميها لوحه الغربله، دي بتنجزك جدا في الحصر. دي فيها ايه؟ فيها كل حاجه، فيها كل حاجه. يعني ده مثلا حديد علوي الامدان اهو. طيب اللاي اوت ده ليه؟ عشان يساعدك انت في الحصر. طب اللوحه اللي بتنزل عامله ازاي بالمنظر ده؟ دي لوح الاضافي، كل حاجه بالزوم بتاعها بتحطيطها بمكانها. دي برده نفس الكلام، بس هتلاقي الاضافي في الاتجاه الثاني هنا. انا وقفت اهو، قولي ايه؟ ماله؟ شوب درونج لوحده مش بيخش مع لوح السقف. ايوه ماشي والله. لا واقول لك على حاجه، الكلام ده في الديزاين، انما هنا دي لوحه شوب درونج ما فيهاش غير حديد العلوي، اعمله داش ليه؟ وعموما هو هنا معمول داش اهو، الحديد العلوي اهو داش ده، تمام؟ زي ما احنا قلنا السلالم دايما بتتصمم ودايما بتعملها شوب درونج، صح كده يا باشمهندسه؟ تمام. هنبدا تاني نرجع لموضوعنا. يبقى انا بالذات اللوح دي اسمها لوح ايه؟ دي هنا لوح اللي اوت بتاعت الاضافي، وهنا واضح ان هي العلوي عشان كده مسقط معاك كانتليفر. ودي ادي لوحه السيخ اللي هتلاقيه مرسوم باللون اللبني ده، وده الانديكيشن بتاعه. الكلام ده هنعمله دلوقتي ان شاء الله. دي لوحه الفرش العلوي، تمام كده، اللي هو في اتجاه اكس. حطيت لك الراجل السياخ وادي الغطا في اتجاه اكس، عشان كده قلت لك باربع لوح، فرش وغطا علوي مع بعض في لوحه. اللي فوقيها هتلاقيها السفلي نفس الكلام، سوري ده العلوي برضو. امال هنا ايه الفرق ده؟ اللوحه من التابلار، ماشي. طيب ونرجع هنا هلاقي بيتكلمني، والله دي لوحه لسه الاضافي. اللوحه الثانيه فوق ايه حلو. ما ده احنا هنطلعه، اصبر. تمام كده. يبقى احنا كده بس انا عرفت ان ايه كل لوحه او كل الفلات سلاب ده. اهم حاجه تعرف لي في اللي اوت لحاجه، لكل حاجه بتتفك لوحدها. يعني الفرش بيتفك لوحده،
والغطاء لوحده، فرش علوي لوحده وغطاء علوي لوحده، اضافي سفلي لوحده اتجاه اكس واتجاه واي، اضافي علوي لوحده في اتجاه اكس واتجاه واي. طيب انا اخدت السفلداش ده بيبقى صح؟ اه بس كان انديكيشن يعني، مش نسيسر. في الاضافي بس السفلي بيبقى السيخ السفلي او عملت سوليد بتعمل علوي داش عشان تميزهم بس عن بعض في الغربله. دي واحده ايه؟ دي واحده. يعني ايه دي واحده؟ دي كل واحده عشان تعرف انت تحصره. يبقى ممكن اعمل دي يا اعمل اللي انت عايزه. بس خد بالك لوحه الشوب درونج بتحسب عليها بفلوس، بتحسب في الاخر المشروع كاعمال منك كام لوحه، اللوحه بتحسب ماشي؟ فكتر كتر لوحك بقى. طيب طبعا زي ما قلنا ان لوح الشوب درونج تطلع تتباع ببلاش، فعشان كده هنركز فيه تمام. اه يعني هم بياخدوا المهندسين بيعملوا شوب درونج ببلاش. المهم مش محتاج انا دلوقتي الاكسات دي خالص، مش محتاج خطوط الدايمنشن ولا يعني عايز تخلي انديكيشن الكاميرات خليه، بس ملوش لزوم دلوقتي. سيلكت سيميلر، ابدا صفيه الموضوع. مش محتاج السياق دي برضو، انا هنا بس هفرش الشبكه الاول، سيلكت سيميلر وصفت شويه الشبكه بالانديكيشنز بالكلام الفاضي ده، بس ربنا ما يكونش مسحت عمود بالغلط. ابدا صفي، عرفنا والله ان دي بلاطه هابطه. مش البلان ده كده، ده لاي اوت البلاطه، حركة كوبي من النقطه دي. الشبكة كانت 6.10 دي صح؟ ماذا نحن بفاعلون؟ انا ابني الحاجة هاخد الاتجاه السفلي في اتجاه ايه؟ الفرش السفلي في اتجاه اكس. ماشي هنعمل ايه؟ سميت اللي ها هنعمل ايه بقى؟ تعالوا افرض انها عندي 12 متر، ادي اللاين اهو، ابدا ارجع فوق اظبط الوحدات يونتس. لاين طيب اقف لي هنا، اعمل لي برج برضو عشان الموضوع يخف شويه. انا انت ما تفهمش بقى. بعدين الموضوع خف معايا صح كده، نيو لاير، حط لي كل او على فرض الفرش السفلي بلاير، الغطاء السفلي بلاير، العلوي بلاير، الغطاء العلوي بلاير تمام. طيب تعالى نبدا نعمل الموضوع ده، هشوف هعمله ازاي. نيو لاير، قول لي مثلا هنا اكس بوتوم، انا كده فهمت ان هو في اتجاه اكس بس ايه سفلي. نيو لاير، اديها مثلا دي اللون الماجنتا. نيو لير، قول لي واي بوتوم. لما نخلص دول نبقى نعمل غير. هات لي هنا شغل اللير دي كده، اقفل الفايل ده وقول لي هنا لاين. مش ده حد البلاطه عندي؟ ده حد البلاطه. طيب قول له هنا كام؟ 12 متر. وبعدين هات لي والله السيخ ال 12 ده كده من النقطه دي، قول لي موف عند كام؟ 5 سم اللي هو كونكريت كفر. ليه؟ ده بدايته بكاميرا. بدايته بايه؟ كاميرا. ادي ال 5 سم. وبعدين هو السيخ ده هيفضل في الكاميرا دي كده؟ مش هيبعد عنها من فوق برضه ال 5 سم؟ مش هيبقى لازق كده في حد الكاميرا. قول لي هنا كده موف. هاتهولي من النقطة دي كده. حلو كده يا عم؟ السيخ ده جالي في المكان ده كده، السيخ جالي في المكان ده، هل المكان ده ينفع اعمل فيه وصله ولا لا؟ مش بالحب، قيس.
6 متر تمام. المسافة دي قد ايه؟ يبقى ينفع اول صح كده؟ متشكرين. طيب تعال نفرض برضو ان عندي لاين طوله 12 متر ونشوف هيوديني فين تاني. ادي لاين واقول له هنا يا عم خده كام؟ 12. نفس القصة اللي عملتها هنا اعملها مع السيخ ده. بس خلي بالك من حاجة، حد البلاطة دي مش اللي هو هنا تمام؟ دوس كده، ابدأ حضرتك خد ده موفه من هنا، اديله 5 سم بتوع حقه. عشان 5 سم يا ابني ده هنا في كاميرا، في كاميرا فبتدي كفر الكاميرا هنا بيغلب الكلام ده. لو فلات سلاب سيرف من الجناب بقى كلها بتبقى تبقى الاثنين ونص. طيب وابدا هنا كده موف، خده من هنا ايه؟ ايوه اديله هنا كام؟ 5 سم. طيب هلاقي ان السخين ركبوا على بعض بالمنظر ده، بس هل دي تحقق طول الوصله؟ نقيس صح كده؟ متحققش. ايه الحل؟ اقص من السيخ ده حاجه؟ انا مش هقص. يعني ممكن كنت اقول لك على حل، خد السيخ ده مش ده 12؟ طيب كان ممكن نخلي ده 8 مثلا واجيب الحته الاربعه واشوفها هتجيبني فين. يعني كان ممكن اعمل ايه؟ ال 12 ده هقول له ارجع لي هنا ورا. امال ازاي الاذان عندي كان بيت ده؟ قول لي هنا كام؟ الاربعه ورا. المسافة دي بقت كام؟ السيخ ده بقى طوله 8 صح كده؟ طيب المسافة دي بقت كام؟ بقت من هنا لحد هنا مثلا 3 متر ونص، وعايز متر هنا بقت 1 متر، يبقى 3 ونص و4 ونص بقت 5. مش جاية، مش حلوة صح؟ طيب تعالى نفرض فرض تاني، ما برضه يعني بس تعالى نفرض فرض تاني. الفرض التاني ايه؟ مش انا ما ينفعش اعمل وصله في الميد سبان؟ هات لي السيخ ابو 12 ده كده موفهولي بره تمام. السبان ده كله قد ايه؟ تلاتة وعشرين. يعني كده كده هستعمل كذا سيخ صح؟ طيب نص ال 23 دول كام؟ ما تنشنش ما تفكرش، هات لي من على الاسبان ده كده من هنا لهنا اهو اللي هو اللي كان الكلير سبان بتاعي، هات لي اللاين كده وهات من نص اللاين ده اعمل لي بس خط استرشادي ليا مش اكتر تمام؟ اعمل بس خط كده بالمنظر ده، امسح خلاص الخط ده ما عدناش عايزين. هات لي ده موف، هاته من نصه حطه لي ايه؟ حطه لي في المكان ده. طيب انا هنا بدات السيخ من فين؟ من نص البلاطه، انا هعرف احططه بالدايمنشن دي مش قضيتي. طيب اما انا ابدا السيخ ده من النص، انا عايز هنا يركبه كام؟ 1 متر. خد لي هنا كده دايمنشن وقول لي دي 1 متر. جات لي بالمنظر ده هنا؟ طب من راحتك. انت خارجه يعني؟ لا ماشي تمام. ادي الواحد متر اهو صح كده؟ طيب مش ده طول الوصله؟ انا عايز من الواحد متر دي كام؟ لغايه ما يركب هنا ناقص 5 سم، سيبك من 5 سم دلوقتي، جالي كام؟ جالي الطول ده كله 5 متر كام؟ 20، برضه طول مش كويس. برضه 25 طول مش هيبقى كويس. طب اعمل ايه؟ احنا كل ده بنعمل فروض عشان اعرف احط السيخ ده ازاي؟ كل دي فروض عشان اعرف احط السيخ ده ازاي؟ طيب ال 25 دي تعال نحل كده مشكلتها، اشفت السيخ ده اليمة دي كده متر 20، بقى ده سيخ 12 وهنا اللي هيتحط 4 صح؟ ماشي اعتبر الموضوع ده خلصان. طب الناحية التانية هتبقى عاملة ازاي؟ طيب خد بالك هنا لازم تفكر، هنا لازم ايه؟ تفكر. الحل السهل كان زي ما قلنا من الأول 12 من هنا و12 من هنا واقطعه خليه 8 وركب عليه السيخ الخمسة وكنا خلصنا تمام؟ إنما هنا بخليك تفكر ليه؟ عشان تقطع الحديد بحيث إنه ما يهدرش معاك. معايا؟ سامعني؟ خد لي دي ها؟
مسك لي السيخ من هنا قول له موف على المسافه دي كده متر 20. مش دول كانوا عاملين معايا قلق؟ مش هنا برضو جابتني في مكان ممكن اعمل فيه وصله مصلحه؟ حلو، هات لي كده الدايمنشن من هنا لهنا 3 متر و5 سم. ال 5 سم دول لسه هيتشفتوا. خد لي من هنا كده ال 1 متر دايمنشن 1 متر، ادي ال 1 متر اهو. يبقى هنا السيخ جه معايا ال 4 متر وال 5 سم دول مقدار مين؟ الكفر صح؟ ادي المسافه هنا اهو الراجل 3 متر و5 سم. حلو جدا، حلو جميل قوي. يبقى انا كده حليت المشكله اللي كانت عندي في الاتجاه ده. عرفنا عملنا فكرنا ازاي، كان ترتيب التفكير ازاي مهمه جدا. هات لي هنا لاين، قول لي ابدا لي يا عم النقطه دي كده وارسمه طوله كام؟ 4. طيب هعمل ايه هنا في الخط ب 4 ده؟ ما هو ال 4 ده المفروض يكون مغطي طول الوصله ومغطي كل حاجه. موفه من هنا بين النقطه دي قد الكام؟ 5 سم. جه والله الموضوع وقف لي هنا، والجنب ده لغايه الحته دي معضلته اتحلت. طيب خد لي من هنا، مش المفروض هنا طول الوصله متر؟ امسك لي من هنا كده وقول له اديني بالدايمنشن دي 1 متر. ده دي وصله مثاليه. طيب قول لي يا عم ابدا لي من النقطه دي كده وهات لي السيخ لحد اخر البلاطه دي. احنا بنقول مثلا اهو، ولسه ارجع اتشيك على الموضوع. شيل لي هنا الوصله من 1 متر دي، وهات لي كده السيخ ده شفته لي من هنا كام؟ ال 5 سم. انا لسه بادئ وما خفيش عليكم السلام. ال 5 سم خد ده كده ودوس لي كنترول واحد، شوف هيديك طوله كام. بسم الله، طلع طوله 9 متر ونص. حلو. طب ال 9 متر ونص دول لو انا طولت الوصله دي نص متر، مش هيبقى السيخ ده اتقطع على 10 ومعايا فاضله 2 هتنفعني؟ طب الفضله ال 2 ونص دي مش هتنفعني في حاجه صح؟ بالتالي هنا مقطع السيخ على 10. طب ده انا هبطل هواوي من السيخ كتير قوي الحته اللي هي الايه؟ الاربعه دي برده مش، او سوري الحته اللي هي الاثنين اللي فاضله دي ممكن ما تشتغلش معايا قوي، عشان كده كنت بقول لك ارميها في السلم. تمام؟ بسبب الموضوع ده. طب لو انا قطعت السيخ ده على 8، لو انا قطعت السيخ ده على 8 يعني شفته لورا شفته لورا كده متر ونص، شفته لورا متر ونص، هيجيبني فين؟ 8 يعني متبقي لي حته كام؟ 4. ممكن الاربعه تتقسم 2 و2، فهنا الاربعه هتبقى مالها؟ تبقى اقتصادي، لان الاثنين هنا اللي هيبقى ليهم استعمال. بس تعالى نشوف هتنفع اصلا ولا لا. خلي لي السيخ ده، مش ده كان 9 متر ونص؟ قولوا لي كده خليه 1 ونص. بالتالي هنا بقى كام؟ بقى الطول ده كام؟ اعمل لي كده كنترول واحد بس عشان اتاكد ان هو 8. بقى فعلا 8 متر. صح كده؟ طيب لو انا جيت عملت سيخ واصله، سيخ واصله يعني ايه سيخ واصله؟ مش المكان ده مسموح فيه بالوصلات عادي؟ مكان مش ماكسيمم مومنت صح ولا ايه؟ وجيت عملت انا السيخ ده، جبت دايمنشن من هنا ودايمنشن من هنا، الحته دي نص متر، نص متر. خد بالك انا كده السيخ ده طوله 8 فاضل لي فيه 4 متر، فاضل لي فيه كام؟ 4 متر. طيب الحته دي طلعت بنص متر، عشان اعمل سيخ واصله يبقى ياخد ال دي من النص ومن النص، وفي معايا نص هيتقطع على 2 ونص، يبقى بالتالي الاربعه هقطع منها حته وارمي حته 1 ونص. ما نفعتش برضو الحركه دي صح ولا ايه؟ طب هعمل ايه تاني؟ طب ما تخلي لي ال 8 دي رجعها لي 6، المسافه النص دي هتبقى كام؟ 2 ونص، وواحد وواحد بقت 4 ونص، وانا متبقي معايا 4 من السيخ مش نافعه برضو. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان جنب نفع على الفرد الاولاني ده، بس الجنب الثاني ما نفعش. طيب هفضل انا اجري ورا الموضوع كده؟ طب تعالوا نرجع لحاجه ثانيه. تعالوا نبدا ها بالموضوع بالعكس شويه. حط لي هنا ده كان سيخ ده كان طوله كام؟ 4. 4 طب على ايه؟ ارسم لي هنا سيخ طوله 12 برضو. السيخ ده جابك هنا صح؟ موفه كفر. اسلام انت معايا ولا بتلعب في ضوافرك بس؟ انا بعد هنا شايف كلكم على فكره. تمام؟ طب انا اتبقى لي كام؟ اتبقى لي من هنا 1 متر صح؟
بقى هنا كده. وتبقى لي من هنا كام؟ خد لي من الواحد متر ده كده دايمنشن هنا اتناشر ونص صح؟ طيب تعالى نبدا هنا نشوف افكر اعمل ايه هنا في الموضوع ده. طب مش دي كانت 12 وشويه؟ طيب لو انا جيت على السيخ ده وعملت الحته دي من هنا 2 متر، انا كل ده عايز احل المعضله اللي في الجنب المنايل مش عايز تتحل ده. طيب تعالى هات لي دي كده من هنا 2 متر، طول اديني هنا او اديني هنا مثلا ال 2 متر بداوا من ايه؟ من هنا. ال 2 متر دول جابوني هنا صح؟ طيب ال 2 متر دول عايزين سيخ يركب عليهم من هنا متر، وعايزين سيخ يركب او يوصل للناحيه اللي هناك دي. طب خد لي المتر اللي هنا ده، يعني خد لي من الحته دي كده متر، وهات لي الدايمنشن ده. ما الدايمنشن دي دلوقتي كانها سياخ. عشر ونص صح كده؟ طب لو زودت هنا طول الوصله دي سنه النص سنتي ده، ما هو كده كده مرمي. يبقى الوصله هنا مالها؟ هتزيد صح؟ بس هتزيد ايه؟ نص متر. يبقى كده الى حد ما المشكله مالها؟ اتحلت. ان انا هقطع هنا برضو سيخ هقول له روح لفين؟ عند ال 12، هيستلم من ده الوصله ويروح هناك. تمام كده؟ يبقى انا هنا هاجي اقول له لاين اديني مش جوينت دي كده لهناك سيخ طوله كام؟ 12. طيب وبعدين؟ مش السيخ ده وقف لي هنا في مكان مسموح بيه الوصلات عادي؟ طب والحته دي هتكمل ازاي؟ هقول له والله خد لي من الجنب ده انزل لي هنا كده سيخ طوله قد ايه؟ 2 متر اللي احنا كنا عاملينهم بالدايمنشن صح؟ يبقى انا كده حليت المعضله بتاعت الجناب ده، ادي 2 متر وادي سيخ 12 مستلم من سيخ 12 وادي الوصله وادي هنا بداية التحطيط. طيب الموضوع كده بقى لذيذ واتحل صح؟ طيب هل دي هنا أول مرة أسمع أقول لذيذ دي يا أحمد؟ ما تضحكش يا أحمد. هات من هنا كده قول له الإيه؟ 5 سنتي تقوم بتوع الكونكريت كفر السيخ ده دخلهم جوه شوية، وبالتالي أنا كده سياخي جاهزة إن أنا أقدر همشيهم على البلاطة دي. طب هل السياخ دي تنفع تمشي على البلاطة ولا لأ؟ هنشوف. هات لي كده بقى لاين استرشادي، استرشادي بس اعمله لي باي لاير مثلا باللاير الزيرو دي. هات لي اللاين ده كده يمشي لي من اول ما بدات السيخ ها لحد ما ايه؟ ما انهي السيخ ده اهو. جميل كده؟ مش في نص اللاين ده اللي هو تقسيط السيخ زي ما احنا كنا بنعمل اللي هي الاري والكلام الفاضي بتاعنا ده. هات لي هنا من اللاين ده من نصه اهو كده لحد الحته دي. طيب من الكابولي ده هيبقى نفس الفرش هيكمل في الكابولي صح؟ حطوه لي هنا كده في الكابولي. وبعدين هتعمل ايه؟ امسح لي يا عم السيخ ده خالص وخد دي مع ده مع دول بس اري اللي زهقتكم منها دي. تمام؟ بيقول لي هنا ايه؟ سيلكت الباس كيرف. قلت له طيب هيبدا يحمل. سيبك من التحميل بتاعه ده، بيقول لي 6 في المتر صح؟ 6 في المتر دول يعني 0.167. اقسم لي ال 100 او اقسم لي الواحد على الستة من كالكوليتر. الواحد ده اللي هو الواحد متر على الستة يعني 0.167 صح؟ او ممكن تعمل انت الموضوع كده ازاي؟ تقول له 1 على 6. تمام كده؟ دوس بس في اي دوسه بره هو الراجل حسبه. ايه اللي حصل ده؟ ده الراجل ده فرش السياخ بتاعتي فعلا على الباس كيرف كله صح ولا ايه؟ يبقى انا كده فرشت السقف ده صح؟ ماشي. هقول له كلوز اري، بالتالي انا الخط اللي في النص ده دلوقتي خلاص ما عدتش انا محتاجه عشان بس ما تحسبش كانه ايه؟ كانه سيخ. الاري دي اعمل لها اكسبلود عشان نبدا نتشيك عليه. طيب وبعدين؟ فين اماكن الوصلات عندي؟ اللي هي واضحه جدا الاماكن اللي هي فيها الدخلات دي. مش هنا كل اماكن الوصلات بعيده عن الماكسيمم مومنت زي ما احنا كنا حاطين من تحت؟ تمام كده؟ طيب مشوا زي بعض،
هنا الوصله جت لي في المكان ده تمام كده. طيب احنا كان حقتنا نجنش قبل ما نعمل ايه الاريه، بس المهم هنا ان انا قدرت افرش السقف بتاعي ده. هل كده في اي مشكله في اتجاه الفرش؟ ها يا ابني اصبر اصبر من فضلك، ما يصحش كده تمام، ده بيتسجل صح؟ ماشي. مش كده احنا فردنا او فرشت السقف بتاعي؟ امسك لي اي سيخ من دول خده كده في الاتجاه الطويل بتاعه اهو، خدت السيخ ده وهات لي السيخ التاني اللي هو كان 2 متر ما كانش ليه عزا اصلا، وهات دول كده خدهم كوبي من اي حته نزلهم لي تحت. ايه اللي هيحصل؟ ابدا افصلهم لي كده شويه بس عن بعضي. ممكن تجنشهم؟ مش من اخر ولا حاجه، خلص. ادي هنا كده، ادي انديكيت للجنش، خده هنا كده اهو، خد البتاع ده كده ميرور، السيخ الجميل ده كده، خد الاتنين دول مع بعض، من بيس بوينت نص السيخ. تقوم لي في نص السيخ التاني وهنا نركبهم مانيوال وخلاص. بس الجنش اللي شكله بيعجبني بقول بقى ممكن معرفش ارسمه تاني. خد لي دول برضو ايه؟ خمسة. بتقول ايه؟ طيب مش ده كده بداية الحديد بتاعي؟ هبدأ اكتب بيانات الحديد ده والله تمام؟ اللي هو هنا ايه؟ يا 60 فاي يا متر ايهما اكبر؟ ايه؟ سلام اهلا وسهلا. اشتغل على كم؟ ماشي هو عشان ناخده منها. خلاص انا هنركبه. نعم. ده موبايل انا. انت عايز مشترك؟ طب خلاص. ما انا هشحنه بالله. ما هو انت بتشغل ايه؟ ما تقلقش. في ريبشن. ايه؟ في واحد هنا؟ طب خلاص. انا بقى. استنى عم بتاعي. ايوه اصبر عليا شويه. اصبر بس عليا. صبرك بالله خلينا نخلص اللي بعمله. ارجع لي هنا تاني كده. اديني تكستايه جميله. هنكتب في التكست دي ايه؟ تاريخ حياه السيغ ده كله. السيغ ده بس خد بالك بقى هنا من حاجه. قبل ما تدي البار مارك انا عايز اعرف السيخ ده منه كام واحد صح؟ طب هعمل ايه؟ خد لي يا عم دي كده الاول وقول لي ليه ايزوليت. مش ده السيخ اللي انا المفروض كنت اعمله بار مارك تحت؟ دوس لي كنترول واحد منه كام سيخ؟ ها؟ طيب انا عشان اتاكد ان مفيش خط راكب خط او الكلام ده كله، بس لو عملت اوفر كيل هنا هلغي الوصله لان السياخ داخله في بعضها تمام؟ فهي الفكره كلها خلاص انا اخدت دول كده قلت له 74 ايه؟ سيخ. طب مش كان في سيخ تاني 12 زيه بالظبط اللي هو كان السيخ اللي جنبه ده تمام ولا ايه؟ يبقى بالظبط كده. يبقى ده 74 في ايه؟ في 2. 74 70 في 2 ب 140 وال 4 في 2 ب 8 ادي 8 70 في 2 ب 140 يبقى و 4 ادي 148 سيخ. مش مصدقني خد اضربهم احسن. 74 بس ما تفتح ما تخلصش في ايه؟
لا انت لازم تصدق هو 148 تمام كده. يبقى كده كانوا كام؟ يبقى انا مش لازم افرط نفس السيخ ده جنبه صح. يبقى هو كفايه بس السيخ ايه، كفايه قوي السيخ ده، وهبدا اقول له هنا ان اللاين ده كده ال ال بتساوي 12 متر تمام كده. طيب هو عباره عن ايه؟ 148 تمام كده فاي 12. بقول له ده هدي له البار مارك بتاعه اللي هو اكس، اللي هو في اتجاه اكس يعني بوتوم رينفورسمنت واحد عشان في سيخ تاني، واقول له هنا ايه متشكرين. السيخ ده كان طوله 2 متر صح؟ خده بس قربه شويه كده. هات لي دي كبيرها لي هنا. ده طبيعي يطلع عدد 74 اللي هو النص الثاني. ادي الموضوع اهو والسيخ ماشي اهو. ايوه صح صح ايوه انت عندك حق. يبقى طالما ده هيخش في الكانتليفر يبقى ده ما تعدش بتوع الكانتليفر صح تمام كده. يبقى خلاص يبقى ابدا عد لي من اول هنا. بس انت تيجي تسلكت مش ماشي. اقول لك على حاجه، سيبك من الكانتليفر دلوقتي خالص تمام، سيبك منه نعمله لوحده احسن. خلينا في البلاطه الفلات ماشي. السيخ ده برضه مش لازم. مش ده كده اللي هو الفرش بتاعنا بس؟ سيبك من الكانتليفر نساه دلوقتي. امسك لي ده واعمله لي ليه؟ والله كويس ان خدت بالك. انا في العادي بسيب الكانتليفر بعمله لوحده، مش عارف ايه اللي خلاني هنا اخده كله. خد ده كده. السيخ ده كده. كنترول واحد هيديك عدده كام؟ 62. 62 في 2 ب 120 في 2 124. تمام؟ يبقى ده هنا كان العدد بس 62 عشان ما ينساش. فا 12 هنا هيبقى ده اديله 2، وهنا ال ال بتاعه كان بكام؟ ب 2 متر تمام؟ طيب هاجي هنا اعدل ايه؟ بدل 148 ده هتبقى 100 وكام؟ 124. تمام؟ بنفس البار مارك بنفس كل حاجه. طيب انا كده خلصت الدايركشن ده جميل. عايز اروح الدايركشن الايه الثاني اللي هو العمودي عليه. في حاجه بقى اسلام برضو؟ بس مش نفس النقطه اللي فاتت اللي هي الشوك مرضي عامل. ماليش دعوه بالشوك دلوقتي، انا دلوقتي في السفلي. الشوك الكانتليفر ده علوي تمام. العرض ده كام؟ عشرة ونص. خصم من هنا خصم من هنا خمسة، وخمسة بقى عشرة ارباع صح؟ طيب السيخ ال 12 ما ينفعش يترمي كده صح؟ تعالى نبدا نحط السيخ الثمانية ونشوف هيعمل معانا ايه تمام؟ طيب تعالى كده، ما انا باقي لي درجة من 12 لإيه؟ ل 8، فاهم يا أحمد؟ يبقى ما تقطعش في الاسقف إيه؟ ايه يبقى طول اقتصادي طول غير متلف. لو انا قطعت السيخ ده على خمسة ونص صح كده؟ اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي السيخ ده كام؟ ستة ونص. ونص ونص ادي واحد، وخمسة وستة 11، والواحد بقى كام؟ 12.
فمقطعت السيخ ده على الخمسة ونص دي نفعتني. طب والستة ونص؟ ما انا كده برضو هرجع اقطع من السيخ تاني، على الاقل في فضلة نص هتكرمي. الفضلة النص دي من فاي 12 وزنها النص متر، من فاي 12 رجعني كده للكالكوليتر تاني اليوم بشتغل المرة دي. ال 12 في 12 على 162 ده وزن الواحد متر من السيخ فاي 12. طيب اضربها دي كده في نص، ده وزن النص متر تمام كده، الوزن ده بالكيلو جرام يعني تمام. طيب لو هنا كان عندي 62 حته صح كده، اضربها كده في 62 27 كيلو ونص، دول اترموا. 27 كيلو دول من ايه؟ من فرش بس صح كده. طب ما يبقوا فرش وغطا، اضربهم في 2 صح. انا عايزك تحس برقم 60 كيلو ترم. ال 60 كيلو دول داخلين في 6 من 100 من الطن، يبقى انا كل طن هجيبه هرمي منه 60 كيلو. ليه يا عم؟ ليه؟ فاهم قصدي؟ فهتلاقي الموضوع بقى معاك في فلوس مكلف. طب انا ما اوفر ال 60 كيلو دول اشتغل بيهم في كل طن، مش افيد؟ فاهم؟ دي فكره الاطوال الاقتصاديه وتحسب التهدير. ده في دماغك، التهدير ده في دماغك انت، محدش هيقول لك عليه. فاهم قصدي؟ انا بقول لك اهو ازاي بتحسبها انت بقى وانت بتعمل لوحه الشوب درونج دي الانسب ليك طبعا بتعمل. فاهم قصدي؟ انا قلت للناس دي اول لما جيت هنا الشوب درونج ده حاجتين، يا الا هيبقى دونكي ورك باللفظ، دونكي ورك شغل حمير. انت كل اللي بتعمله ايه؟ السيخ بتحط 12 بتوصل بتلاقي الوصله وخلاص، يطلع بقى زي ما يطلع 8.4 من 10، يطلع 3.75، يطلع قرد ازرق، انت بترمي وخلاص. ده كده مش هيبقى شغل مهندسين، ده كده ممكن تخلي احد يعمل تمام. انما انت بتعمل ايه؟ فين وبكام؟ اقطع السيخ ازاي؟ فاهم قصدي؟ بحيث ان انا انفذ الموضوع واوفر طلبيات كانت هتطلب ملهاش لازمه. هنا بقى ده الشغل اللي يبدا يعمل لي سيادتك اسم في الموضوع، انا بعرف الم ايدي في الموضوع ده. ما اجيش طبعا على وصله تبقى المفروض دي الوصله متر، اعملها انا نص متر ولا 70 سم، يبقى انا كده حرام. فاهم قصدي؟ الفكره كلها تحسب الكلام او تحسب الهالي بس. في وصلة؟ لا كبيرة. ماشي. وبعدين الوصلة دي كانت طلعت من الشاشة. ما الشاشة 40 فقط؟ الكود لغاية. يعني أكبر 60 فاي. 60 فاي أو متر أيهما أكبر؟ لغاية فاي 16 أنا شغال على المتر، بعد فاي 16 هتبدأ ال 60 فاي تبقى أكبر من متر. طيب. إيه؟ لا عادي يعني سابه شكله او منظر في اللوحه. لا هو فين يعني او في مكانه؟ اهو. ما ينفعش؟ تمام. تعالى هنا، انت خرجتني من حبل افكار الله يسامحك، كنت هعمل ايه؟ كنت اقول لك حط السيخ الثمانية. صح؟ مش باشمهندس ممكن تصحي؟ هات لي هنا كده السيخ ده. ادي الاف 8 وحطوا لي كده ب 8 متر. جابني فين؟ جابني في الحته الجميله دي. 8 متر السيخ ال 12 باقي منه قد كام؟ خد لي من هنا كده 1 متر، او خد لي هنا اللاين من اول الحته دي. حطوا لي طول 4. جابني فين الطول ال 4؟ خلى لي الوصله فين؟ ده مكان ينفع اعمل فيه وصله ولا لا؟ ينفع قوي صح كده؟ طب السيخ الأربعة ده حقق لي طول الوصلة ولا لأ؟ يعني تراكمه مع ده. خد لي كده دايمنشن. متر 80، وصلة كبيرة أوي صح؟ هو لا ما لسه هنموفه الخمسة جوه. لا مش انا هنا لسه ما وقفش الكونكريت كفر اللي هم الخمسه. قصدك هنا؟ يقف عند وش الكاميرا. ايوه انا غلط. نعم قول يا ابني قول. طيب ارجع امسح لي كده دول تاني وارسم لي هنا اللاين ده. خد لي من اول هنا كده. قول لي كام؟ قول لي كده الثمانيه برضو ده. المكان ده انا اقدر اعمل فيه وصله عادي. طيب هات لي هنا كده بعد طوله متر
بقى المتر ده عندي هنا، وهات لي هنا كده بعد برضو طوله متر 2 متر 90، يعني التلاتة حلو. بس خد بالك من حاجة، انت هنا التلاتة دول اقتصادي وكل حاجة ما اعترضناش، بس هيسيب معاك فضلة متر. فضلة المتر انت مش هتعرف تشغلها. ليه بقول لك التلاتة هنا؟ انت مقطع سيخ على 8 صح كده؟ صح ولا لا؟ معايا منه 4. لو انا قطعت الاربعه دول على الثلاثه بقيت متر. طب انا هجيب لهم سياخ ثانيه، ممكن اسيب الحته الاربعه دي تنفعني، ممكن تنفعني. طيب تنفعني في ايه؟ ممكن اعمل بيها شوك الكابولي ده. الكابولي ده كده تعالى بص عليه كده عشان اقول لك تاخد قرار ازاي. اقطع لها سيخ مخصوص ولا ارجع اتصرف في الثمانيه دي اكشها متر ورا؟ ولو كشيتها متر ورا هتجيلي في مكان ماكسيموم مومنت ممكن ما اعرفش اربط فيه. ليه؟ تعالى الباكيه دي كده 6 صح كده؟ التلاتة فين؟ اهي ده انا بيني وبينها المتر اللي انا فعلا هكشه. اهو اهو عند وش العمود ده الكاميرا؟ اه ما ده كونكشن كاميرا بالبلاطه. تمام خد لي هنا كده موف، تعالى من هنا خليها لي كام؟ السيخ ده هو هنا ثانية اهو في البلاطة دي كده، اما السيخ ده يبقى ماشي كده. مش دي مارجنال بيم؟ يعني حديد السقف هيخش في الكاميرا زي ما انا بادئ من تحت. حديد السقف ركبته الكاميرا صح ولا لا؟ طيب حديد السقف هنا ركب الكاميرا، لا هنا لا، الكلام ده كان في الاتجاه الثاني، كانت الكاميرا متشال كده. هنا في الاتجاه ده مش حديد السقف المفروض يركب الكاميرا دي؟ هنا اما كنت جايبه لاخر عمود زي ما كان في الاول كان هنا ماشي هيخش في العمود، انما كان يكمل كان هيبقى ريستد على الكاميرا، والكاميرا ريستد على مين؟ على العمود. فهنا السيخ ده لازم يكمل لفين؟ الكاميرا اللي شايلاه اللي هي الكاميرا دي. تمام كده اه. فالسيخ ده هنا هينزل كده زي ما كنت عامله في الاول، بس انا عشان تعبان انت مستغل ان انا تعبان وما تسالي اسئله صعبه. تمام خد لي هنا كده اوفست او سوري الموف اهو، خده كده هنا الموف الكام؟ الخمسه صح. طيب وبعدين السيخ ده ما هيكمل كده هتلاقيه ريستد على الكاميرا، والكاميرا ريستد على مين؟ على البلاطه. طيب حته ايه؟ عم مدينا تاني ليه؟ السيخ ده لو ما كانش اتمد الماده دي كان هيبقى مجلي، كان هيبقى ماشي كده يجي يركب على البلاطه. مش المفروض هنا طالما ده يركب على العمدان دي اللي هي الكاميرات اللي تحت دي صح ولا لا؟ يبقى بلاش البحر اللي انا بشتغل منه ده، خدي عند اي بحر في النص كده. مش المفروض السيخ ده يجي كده صح؟ طيب معايا ولا لا يا باشمهندس؟ طيب مش هنا السيخ ده المفروض يركب الكاميرا ما عدا كونكريت كفر صح؟ يبقى نخس من هنا الكام؟ اهو قول موف لا موال امبارح هقول له هنا موف كام؟ 5 سنتي صح؟ اهو ارجع لي هنا هتلاقي السيخ ده طالع بره كده، يبقى ال 5 سنتي دول ما ينفعش هنا يتموفهم، انا مش هقعد اجري ورا السيخ، المفروض يتعمل لهم ايه؟ يتقصوا صح؟ يبقى انا همسك السيخ ده هجيبه هنا صح؟ ومن هنا هبدا اقصه بكام؟ طول السيغ ده كام؟ ما السيغ ده على فكره انا ممكن اعمله واسكت. يعني السيغ ده هتلاقي طوله كام؟ اعمل لي هنا كده كنترول واحد. هتلاقي والله ان طول السيغ ده 10 متر 40. يعني اتبقى لي كام؟ اتبقى لي 1.60 من السيخ. 60 بقى 11 اه اتبقى لي 1.60. تنفع؟ ال 1.60 دول وش يترمى. وش هيترمى. تمام؟ طيب عايزين نحل المعضله دي. بلاش نحط السيخ من الجنب عشان ما تلخبطوش، خلينا نحططه من نص البلاطه دي. والله المقاس كام السيخ؟ عايز ابدا يا احمد احل المشكله دي. يعني اقطع على 9 واسيب من السيخ 3 متر ممكن ينفعوني صح؟ مش ده قصدك؟ تعالى مش ده 10 40؟ هقول له ارجع لي هنا كام؟ 1.4 جم هنا. المكان ده مسموح تعمل فيه وصله عادي. تمام طيب هنا الدايمنشن دي كده
مش كده هعمل وصله هقول له تعالى من هنا خد لك كام المتر تمام، واقول له تعالى بالدايمنشن دي من اول هنا لحد الاخر كام 2 متر 45. يبقى انا الحته الثلاثة هنا ممكن اتغاضى على ال 60 سم دول واشغلها، فاهم قصدي؟ يبقى انا ممكن هنا ازود الوصله اللي هي 60 سم دول واقول له هنا والله تعالى بالدايمنشن دي هات لي هنا كام 3 3 ايه متر 60، اقول له هنا خليها لي 1.6 بحيث اما اجي اقيس من 1.6 دي اقيس المسافه دي هي جت كام 3 متر، والنص ده اللي هو يتشفت في الايه في الكفر تمام. فبالتالي هنا انا قطعت السيخ على 9 والسيخ على 3 صح كده، وفرشت السقف ده بسيخ بسيخ 12. طيب لو رجعت 10 40 تاني واتبقى معايا ال 61 مش بقى مش قصه احسن، خد بالك اي حل بس انا هقول لك اهو اي حل غير ال 10 40 اللي احنا كنا رسينا عليهم هتضطر تستعمل سيخ كامل 12. طب هنا اتبقى لي 61، ال 61 دول في كام سيخ؟ في الطول ده كله تمام؟ طب هل دول هيشتغلوا معايا في ايه؟ اكيد مش هينفعوا في الكابولي، هنا مفيش وصلات، هنا مفيش فرحات صغيره، ما لهمش غير الكراسي. يبقى انا كده على الاقل وفرت حديد لمين؟ للكراسي اللي احنا دايما مسقطينها صح. يبقى انا ممكن الانسب حل هنا كنت اشغل السيخ ده على كام؟ على 10 40، وبالتالي المتر 60 دول هستعملهم انا عندي في الايه في الكراسي في كراسي اللبشه، ما كل دي برضه استعمالات تمام. ممكن المتر 60 ينفعوني في ايه تاني؟ ممكن لو كاميرا، كاميرات ممكن المتر 60 يجي اضافي كاميرا تمام. فبالتالي هلاقي ليه شغل صح كده. بس خلي بالك ده متر 60 من فوق كام؟ فوق 10 صح، مش الفرش ده كان 6 فوق 10 كان 6 فوق 12 12. الكراسي لا هي نفس القطر اعلى منه، مش هتشتغل في الكراسي ما تقلقيش. بس هنا انا مش شايف اليوم استعمال قوي غير في حته الكراسي. ورقه السقف هنا كله 22، يعني متر 60 ده ممكن يتقطع 2، يعني الواحد ممكن يعمل لي كرسيين. لا ماشي تمام، ما هنا بيحكمك برضه التفكير. فخلي لي هنا دي يا عم 10 40 ما تعمليش وصلات. مدارس تمام. خد لي ده كده نفس القصه اللي هنعملها عشان اغطي، موف لي السيخ ده. انا الكلام ده شرحته في مجموعه الصبح فوق الساعه فوق الساعه وقاعد بشرح فيه، سجلته بس همسحه، انا بسجل بتاعتكم دي احسن. هعمل ايه؟ مش السيخ ده كده تحط صح؟ طيب خلاص خلاص انا عرفت ان السيخ ده كام؟ 10 40. ادي اللاين اهو المفروض يجي راكب من هنا اهو لحد الحته دي كده، كششولي من هنا الخمسه او لا خد كل خمسه كمان من فوق لما انا لسه حطت ولا لا لا خلاص انت صح. هتقولي هنا ايه؟ تعبان قوي والله. خد هنا ده تمام، نفس القضيه هات لي الخط الدليل اللي كنا بنعمله باي لاير. ما دخل صح، خد اوفست عند او بوينت 5 هاته هنا وامسح. ادي اللاين اهو كده على طول تقسيط الحج ده، المفروض ده خلصان معايا عند وش السلم عند الحته دي كده، وكل من الحته دي برضو 5 سم هات لي هنا ده
باس ادي الباس كيرف واقول له هنا عند سوتس امسح لي ده كده. السقف ماله استوت صح. طيب نفس فكره البار مارك هاخده برده وادي له ايه بار مارك. طيب وبعدين انا كده فرشت وغطيت ايه سفلي صح. هنا عدده ما يكون اسهل بكتير قوي من اللي فات. امسك ده بقى وعمل له لير ايزو. نعم مفيش حاجه اسمها فرش وغطا. في حديد في اتجاه اكس وحديد في اتجاه واي على حسب المومنت. كلمه فرش وغطا دي بتيجي في الحاجات المنتظمه اللي انا اقدر اقول لك مثلا فرش في اتجاه القصير في الاتجاه الطويل. انما هنا لا مش قصه بقى فرش وغطا خالص. دايما القطر الكبير تحت صح كده. طب هنا القطرين زي بعض. عارف ان عندي حديد في الاتجاه ده وحديد في الاتجاه ده. مين اللي تحت؟ ايه؟ مش هتفرق بالظبط. تحكمك الاضافه. لسه اصبر شويه. الاضافه فوق ولا تحت؟ الاضافه فوق الشمال. كنترول واحد كده. طب معلش ثانيه واحده. عددهم كام سيخ؟ 109 30 سيخ. طيب اتفضلي. ايوه كملي والله. قصدي وقتها بقى انا حاطط الكبير ناحيه القطر ولا يعني مركز السطح والعلو؟ القطر الكبير دايما تحت. وفوق؟ فوق قطر صغير. السيخ الكبير هشيل السيخ الصغير. لا دايما تحت. ايه لا افهمني. الشبكه دي مش بتتنفس بيبقى سيخ كده وفوقها سيخ تاني جاي عليها؟ اه. القطر الكبير هو اللي بيبقى تحت. تمام ده وفي الفرق ده كنت تحت. اه وفي العلوي؟ ها؟ القطر الكبير برضه هو اللي تحت لان التاني جاي عليه مش بعلق الحديد من تحت. يا ست سيبك من الكلام الفاضي ده. انت بتحطي الكراسي صح كده؟ حطي على الكرسي وطن عمودي على اتجاه الفرش فوق اول سيخه تبداي. لو عندك قطرين فوق 16 و12 مثلا يبقى مين اللي هيبقى تحت؟ 16 وشايل مين؟ ال 12 بس كده. فوق بتبقى منطقه ضعف. ايه؟ فوق بتبقى منطقه ضعف. اه طيب نكمل. ده كل ده كان في التسجيل ماشي. وها هو هينام منكم ماشي ما علينا. عايز اعمل الايه فرش العلوي تمام او الحديد. انت بتعمل ايه يا محمود؟ بتعمل ايه؟ عايز اعمل الحديد العلوي اللي في اتجاه مين؟ اتجاه اكس. تعال نحط من نص البحر كده. يا عم لا يفرق اماكن الوقفات. خد لي من هنا الخمسه وخدهم بقى من هنا 10 مثلا وموفها من هناك خمسه. طيب وبعدين؟ والله انا الاحظ ان السيخ مشي في الاتجاه ده بس ده مش سيخ لسه. طيب ده اتجاهه ده الطول ده كام؟ مش الطول ده اللي هيترسم عليه السيخ؟ جالي كام؟ 23 وشويه كسور. نعم؟ هننزل ده العلو؟ اه. هننزل برجل؟ برجل اه. طيب بروح بس سيبك من رجلي دلوقتي والراس والكلام ده. هنا ينفع اوصل فين؟ طب لو انا جيت هنا خدت دايمنشن من هنا كده 12 متر هتجيبني فين؟ جابتني في مكان ينفع اوصل فيه اهو. بس لا الباكيه دي علقت صح كده؟ علقت. يعني ايه علقت؟ باكيه صغيره بين باكيتين كبار فالمومنت بينها ايه؟ علق. فدي ما ينفعش فيها وصل اصلا علو. طب الحته دي من البحر ده قد ايه؟ عدت التلت اللي هو كان ينفع لاي حاجه ولا لا؟ 75 وهنا 1.3 كريتيكال ما ينفعش. طيب انا هنا خد بالك فرضت ان انا احط السيخ من كام؟ التلت مين؟ انا فرضت ان انا احط السيخ من الاول. طب بلاش احطه من الاول احطه منين؟ احطه منين يا محمود؟
ثانية واحدة سنة بس. منين؟ هو ايه ده؟ طيب تعال نشوف كده هو في النص، عشان انا لو كلمة ان انا ابدأ سيخ حلو من النص دي، انا لو بشرح لنفسي الحس المنبوح ده مش هيقول. تعال نبدأه من مكان متاح لي فيه ان انا اعمل وصل. اخد مثلا من نص البحر ده حتة زي دي مثلا، حتة عشوائية هنا اخترتها، واقول له هنا مشي لي ده 12. جالي فين؟ جالي في مكان تاني ينفع اعمل فيه وصله، صح؟ لا ما جاش. طب بلاها الحته دي كده. طيب تعالى يا عم ابدا لي السين ده من البحر الكبير ده كده، خد لي والله على ده كمان لاين اهو من هنا لهنا اهو، تمام؟ وخد لي من هنا، قول لي هبدا احط السيخ الايه ال 12. خد لي الدايمنشن من هنا كده وقول له كده ال 12 جابتك فين؟ جابتك بره اللوحه، مش نافع في الاتجاه ده. طيب نفس الكلام، خد برضو نفس الدايمنشن وقول له تعالى من هنا كده واديني ال 12، برضو مش جاي. يبقى الباكيه دي ان انا ابدا من نصها ما نفعتش. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه في الحوسه دي؟ اقعد اعيط وانا مش عارف احط السيخ والكلام الفاضي ده؟ تعالى هنا كده في الباكيه دي كده جرب لي انك تحط السيخ من نصها، كلها في الاول تجارب. حط لي هنا كده ال 12 دي جت في الباكيه المعلقه، جت في انيالها باكيه. طيب المسافه من نص الباكيه دي لنص الباكيه دي قد ايه؟ بس ده النص بالظبط، صح كده؟ طب انا اقدر اخش قد ايه من النص؟ يعني انا لو جيت هنا حطيت الطول السيخ اللي طوله 6 متر ده هيجيبني فين؟ لو انا جيت هنا كده قلت له لاين بس بلاير مختلف عشان يبقوا باينين، وجيت هنا حطيت طول سيخ او سيخ طوله 6، الحته دي كويسه مناسبه مش وحشه، صح كده؟ طيب ده اول سيخ انا عرفت احطه، ماشي يا محمود؟ طيب حطيت انا هنا طول سيخ او سيخ طوله كام؟ 6، مسك لي الحته دي والحته دي تسمح بوصله، صح؟ السيخ ده يبقى فيه وصله من اليمه دي قد ايه؟ قد متر اهو، ويبقى فيه وصله من اليمه الثانيه برضو قد ايه؟ قد متر. طيب وبعدين خد لي كده من الناحيه دي كده لحد هنا الاكستنشن ده، عشان كده انا محافظ على السيخ ده كده. خد لي كده الدايمنشن ده 4 متر 30، صح؟ مش حلو، مش حلوة. عايزة ال 30 سم دول فيهم مشكلة عشان يفضل السيخ ده 4. ايه؟ لو حركتها الجنب ده 30 سم، تعالى نشوف كده هيحصل ايه؟ خلي لي هنا كده ال 34 دي، وهات لي ده كده، حرك لي السيخ ده موف، هقول له هنا كام؟ 3 من 10. برضو سامحه معايا ان انا اعمل وصله، خد لي هنا نفس الدايمنشن المتر، وخد لي من دي دايمنشن اللي هو ده كده اللي هو السيخ اللي جاي يركب ده، طلع كام؟ ايوه انت صح، يعني خدها من هنا كده امشي 60. برضه لسه كويسه، صح؟ لسه ما رحتش في التالت الكريتيكال. هات لي هنا كده ادي الواحد متر، وهات لي هنا، على فكره انا بفكر معاك والله ما قلتش قبل كده، وهات لي هنا على الاكستنشن 4.2 سم، ما فيهاش يعني هي 4. اريحك يا احمد ودينا اللي اريحك، استنى كده. لا 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 ثانيه واحده، موديفاي، اسكت بقى يا احمد. تمام. يبقى انا كده مش ده اول سيخ انا حطيته، خده ماتش فين؟ من هنا اهو، وخد هنا، وخد لي من هنا لاين من اول الاكستنشن ده كده، يعني
من بس تحت مع ده. عايز اجيب الاكستنشن ده مش عيب والله. اه قلت له كام يا ست؟ بعد اذنك ثواني بس، من ام الرجل والراس ادي الاربعه. تمام. طيب مش ده السيخ الثاني؟ هاتوا موفه كده او خليه في نفس الايه المكان. طب هعمل ايه انا هنا في الحوسه دي بقى؟ انا هنا قلنا ينفع يبقى وصله صح؟ الوصله هتبقى هنا بدايتها، ادي المتر اهو، تمام. طيب وبعدين هات لي كده دايمنشن من هنا، وقول لي كده ال 12 جات لك فين. حلو قوي صح. طيب المسافه دي خد لي متر جوه من الدايمنشن ده كده، وخد لي من ده من المتر اللي جوه ده غربل الدايمنشن صح. خد لي من ده كده على بعد، هدوس له شيفت كليك يمين، هقول له فروم، هات لي الدايمنشن من النقطه دي قد كام؟ هيبقى نص متر، 4.48 برده مش حلوه. ما هي ال 4.5 برده مش حلوه. طيب ايوه قولي. زي ما هي قالت بالظبط، مش دي المسافه دي كلها 4.48؟ لو انا جيت خليتها 4 بس. طيب تعالى لي هنا من الوصله دي كده، ادي لاين. عرفت ليه بتقل على الرجل في الاخر؟ بقول لك عرفت ليه بصبر على الرجل في الاخر؟ ادي الاربعه جابتني في الحته دي صح كده؟ طيب الحته دي بالنسبه لي هنا انا ماشي في حته عمود، هيبقى رخمه قوي فيها الوصله صح؟ مش هقدر اعمل فيها وصله. طيب هعمل ايه؟ يبقى انا المفروض السيخ اللي هيجي هنا ده هو اللي هيتعمل بيه الرجل، يعني هيبقى شكل السيخ ده اللي هو طالع كده اهو نازل معايا كده صح؟ النازله دي قد ايه؟ رقه السقف ناقص الاثنين الكفر صح؟ سمك السقف ده قد ايه؟ 22. بس فين الكفر؟ يبقى الرجل دي كام؟ 12 سم. تمام؟ طيب لو زادت، اصل لو زادت هتروح فين؟ دي هتبقى كده مخبطه في النجاره فهترفع الحديد ده. هتزيد ازاي؟ استني ده داخله في كاميرا صح؟ صح؟ يبقى طول الرجل هنا، الكاميرا دي كان صيتها كام؟ كان صيتها 70 صح؟ ايوه صح كده؟ وده هيجي يركب، يعني بص بقى تخيل معايا المنظر، ادي الحديد اهو بتاع السقف اهو، او ده حديد الكاميرا، الكاميرا ماشيه معاك في الاتجاه ده كده. شادي الكاميرا كده في الفراغ اهي صح؟ الحديد ده جاي من الناحيه دي، دخل هنا اهو وهيعمل رجل اهو، يبقى تطرح منه دبس الكاميرا في 2. الكاميرا دي كانت 70 انا فاكر، 70 في 2 ادي الرجل دي كام؟ 60 صح كده؟ يبقى لو سيخ 4 الحته دي المفروض تبقى كام؟ 63. طب لو سيخ 6 هتبقى دي 5. باشمهندس على فكره هي كانت 43 صح؟ عندنا هنا 43 واحط 60. استنى يا مينا، يبقى انا الاول احكم على الحته اللي انا شايفها، وبعد كده دي اخدها افرطها اقول له انا عامل رجل هنا. طيب الحته اللي انا شايفها ايه؟ ان هو من المسافه دي للحته دي 4.5 صح كده؟ طب ال 4.5 دول اما ازود عليهم ال 60 سم الرجل هيبقوا كام؟ 15. طب اقول لك على حاجه، انا عايز احل المعضله دي دلوقتي. يبقى السيخ ال 12 جه هنا في الاول وفي الاخر عمل لي مشكله صح؟ تعالى نجرب السيخ ال 8. خد لي لاين من هنا كده اهو كده، طوله كام؟ 8. ما ينفعش اصلا ال 8 ايه؟ نعم. يعني اعمل ايه؟ ممكن نوفق. روح صلي. تمام؟ طب تتكسف؟ بتتكسف؟ لا علي اول مره اشوفك مكسوفه علي. لا مفيش حاجه. ماشي.
ادعي لي علي معاك في الصلاة. ريحوا؟ لا يا عم مش عايز منكم دعاء بالروح. طب تعالى نعمله اربعه. بس خد بالك في التنفيذ كده بقت ممله قوي، انا عمال اقطع في سياق صح. طب انا عايز حل. طب اقول لك تعالى نبدا بالجنب ده، نبدا نحل المعضله اللي هي كانت قرفاني في الجنب ده ونشوف بعد كده نعمل ايه. حضرتك زهقتي شويه؟ ما هو ملوش غير كده، هو ده انا ممكن اقول حل واخلص، بس هي ملهاش غير كده، ملهاش غير انك تفكري. خليكي معايا بزي البشمهندسه دي تمام. طيب الجنب ده احنا قلنا هنا، انا قلت والله هات لي البعد ده، مش ده كان 60 لصائد، وخلي لي فوق 3 و6. تعالى ارسم اللاين هنا بالمنظر ده كده عند 3 و6. المنطقة دي هعمل فيها وصلة، يبقى انا كده حليت السيخ ده اللي هو طوله 4 صح؟ طيب خش لي بقى من هنا جوه 1 متر. وخد لي دايمنشن ده من هنا لحد هنا 12.88. طبعا ما ينفعش خالص، بس دي سهله قوي، دي ممكن تتحل بحته 10 وحته 3. ازاي؟ لو انا جبت هنا الحته قلت له هات لي كده الحته ال 10 دي، قلت له هات لي الخط ده من اول هنا اهو، قلت له 10 جالي هنا صح؟ يعني انا عايز من هنا متر واصله تركب لي مع ده، هات لي الدايمنشن ده كده 4. الوصله هنا بادئه من الحته دي، ده سيخ جوه، فاهم قصدي؟ يبقى هنا كام؟ ادي الاربعه اتحلت. طيب انا ما كنتش من الاول مش راضي اقول كده، ليه؟ انا عايز اعلمك ترتيب خطوات التفكير معايا تمام. دول مش بيفكروا، انا عارف احمد بيفكر، ده ما بيفكرش تمام. لا دي عشره، دي عشره سنين، وانا يعني ما بتتكلم في ايه، انا عارف انا بقول لك ايه تمام. البشمهندسه اكيد بتفكر، اسلام عمره ما هيفكر، مش هيتعب نفسه من الكلام ده كله. مينا دماغه نظيفه، البشمهندسه ديكي شايفه، فانا عارف كل حد هنا معايا ماشي ازاي تمام. بس اسلام عامل ازاي ده، هيفكر ازاي ده؟ انا بقول لك ما يبقى صح. طب بص، طب اقول لك بقى على حاجه، يعني التجربه دي خليها معاك انت تمام. انا مهندس وده كان سقف طموحاتي تمام، في الدست ده كان سقف طموحي كده ان انا اعمل الوصله بالمنظر ده. طيب الخط ده خلاص بقى انا مش عايزه، انا عادي حاطط عليه خطوط صح؟ الخط ده انا مش عايزه دلوقتي، مش ده كده موضوع السيخ بتاعي، عايز والله تسيبهم في في اللوحه بتاعتك كده سيبهم. بس هنا ده احنا لسه هنعمل ايه، هنعمل قصه موف، هاتهم لي من البيس بوينت دي كده كلهم بالدايمنشن بكل حاجه، ركبها لي عمودين. سيبك من الدايمنشن دلوقتي، ابدا يا سيادتك غطي لي السقف ده، اعمل لي ماتش حرم انا عالي بالسياخ دي تمام. وابدا كل الفكره، هات دول كده انقلهم لي موف، او انا هريح لك الموضوع ده دلوقتي، اقول لك خد يا عم الخط ده، مش ده بدايته اهو، اهو كده خد ده موف. هيقول لك من انهي بيس بوينت، هقول له يا عم من الاكستنشن ده، او من الاخر هقول له فروم، هقول له من هنا من الحته دي قد ايه؟ اللي هي الـ 0.5. طيب خامة
تمام؟ نفس فكرة مين؟ الأري صح؟ نفس الفكرة. أعمل لي كده لاين من أول السيخ لآخره. خد لي من ده. ادي هات من نصه. ده نصه مش معقول. وابدا اعمل لي هنا الباس. ايه الباس اري؟ انا ممكن والله اسهل الموضوع اكتر وبدل ما يقول لي هنا ابدا ان انا ايه افرد الاري بتاعتي. افردها ازاي؟ اول اي حاجه ادي الخط اللي هو كان على اول السيخ اللي انا مسحته بالغلط ده. طبعا الحمد لله احنا قلنا ان احنا عايشين في اعظم بلد في الكون، والاماره الحاليه هي اعظم اماره في الدنيا، والكود المصري هو اعظم كود على مر التاريخ. كده هنتحبس. المهم الكوره المصريه هي اعظم كوره في القاره. تمام كده؟ لا ما تعرضهاش قوي بقى، مش في الدنيا يعني بصراحه. اما لما تيجي يعني خلي الكلمه مبلوعه يعني. الكوره المصريه عظيمه وجميله، والكابتن هيكتور كوبر اعظم مدرب جه في تاريخ مصر. سامحنا يا رب على الكذب ده، سامحنا يا رب. وكابتن اسامه نبيه اللي هو المساعد بتاع المدرب، اعظم مساعد مدرب جه في الدنيا. اظن انا كده ماشي بالسليم. تمام كده؟ واعظم واحد جه ها؟ ابصم ده كان في تحقيق. المهم نرجع تاني لموضوعنا، موضوع العظمه لله وحده. بس هيكتور كوبر معفن. ناخد الكلام ده كله كده نعمل له الايه؟ الاري. هقول له خد دول، واقول له السودس بتاعنا اللي هم كانوا كام؟ 6%. عملت جنش يا عم. مش لازم الجنش ده، مزعلك ليه؟ هو ليه هنا قلبها؟ مش فاهم. مش فاهم. خليها بره. ايه؟ عشان عارف ان احنا في اعظم بلد في الدنيا. وده اعظم اوتوكاد في الدنيا. المهم ناخد ده كده مو يكون عشان ده حلو يقلبه، بس هو ده يفهم منين ده سيخ حلو. هات لي النقطة دي. وانا بس كنت عايز اقرا هو عايز ايه. انت واثق ان انت عايز اتغطى. طيب ادي كده سفلي وادي كده، يبقى ناقص الايه؟ الاتجاه الثاني. تمام؟ مش انا كده فرشت في الاتجاه ده؟ الاتجاه الثاني ممكن برضه استعمل هو نفس السيخ اللي هو الايه؟ ال10 وال4، بحيث ان يبقى معايا. بس انا كده يبقى معايا حتت كتير قوي اللي 1 وال6 دي، هعمل بيهم ايه؟ معايا منهم كتير قوي، ما شوف لي حل، اتصرفي. والله بجد بتصرفي. غطي لي هنا العلوي. تمام كده؟ ما انا ممكن بقول لك استعمل، ما هو نفس الطول. تمام؟ فا اتصرفي لي بقى. وادي الباكيه ايه؟ والباكيه دي خدي بالك ان هتبقى يعني نازله كده وطلع. عايزين نحط السيخ هنا، عايزين نغطي الباكيه دي. لو عليا انا اختصارا بقى للوقت هنحط السيخ ده هنا كده اهو. هو ده كام؟ دي مش كانت 10 4؟ طيب بس خدي بالك الرجل من ناحيتين. 120 و10 40 11 ومش عارف ايه، يبقى هتعدى هتتبلع. بس هو لازم ينزل خطوط عمق الكاميرا. لا عمق الكاميرا ناقص 2 الكفر. ايوه لازم ده كله. بس انا كده خالص. لا انا شفتها قبل كده، هوريها لك بالصور. بس نفس كده. لو مش عامله مش هننزل رجل بس. رقه السقف ناقص 2 الكفر. بس كده. المارجنال بيم هي مؤذيه برضه، مش حلوه على طول. المارجنال بيم ساعات بتبقى مؤذيه. طيب هنا بقى اخلي السيخ ده يركب برضه من هنا، ينزل لي هنا كده، كل منه هنا ال 5 سم دول. طب وهي الرجل ده كده كده في الاسكوره ولا 24؟ برضه احنا قلنا نرجع لمرجعنا ان قسم عماره هو كله قسم الوان ميه. و اخي
وهم بتوع كورس ازهار يقعدوا بس يلونوا. مش عارف انا لازمته ايه الازهار ده وانا بتجيلي في الاخر اللي هو حكايه ده ايش طيب هو ايه الازهار ده؟ طب والله كمان مره والله بحلف لك بالله سم المرجان. انا سعيد لا الجامع ولا لا اختي اختي فولا اقول عمر قاهر اه بس بتاخد ازهار وسكتش وايه تاني تقريبا بس ازهار وسكتش وهي بتعرف فوتوشوب هي حريفه فوتوشوب اه يعني هي ما شاء الله عليها في الفوتوشوب ده حريفه فيه قوي فبتاخد حتى بتعمل ازهار ده على الفوتوشوب بس هي بتاخد السكتش والكلام ده كلام فاضي ازهار ايه وبتاع ده ده بتهزر بس عايزه تعمل تزعلش لا كويس ان انت اللي قلت خد لي ده كده مش ده كان السيخ ان نقول على الليير بتاعتنا دي اللي كانت بتاعت السيخ الاري وادي السقف بتاعنا اتغطى بالطريقه دي. طيب اللي ناقص ايه؟ اللي ناقص حاجه بسيطه جدا. اللي ناقص حاجه بسيطه جدا. ايه؟ الاضافي. تمام؟ مش انا كده خلصت اللي اوت بتاع الاسقف؟ طيب عايزين بقى نشوف اخرج اللوحه النهائيه ازاي؟ على الاقل بتاعت الايه؟ الموضوع ده كده بتاع تحطيط الشبكه وبعد كده نبقى نروح للاضافي. خد لي يا عم السقف ده كده كله اهو بالسلم بالكلام الفاضي ده كده بالعمدان وقول لي هنا ليه؟ خده كده ابدا لي هنا كوبي هات لي الموضوع ده كده على جنب هنا كده مثلا قول لي ليه السيخ ده احنا فردناه صح كده نعم لا مش كده بقى هاخد السيخ ده كوبي احطه في اي حته في اللوحه دي. هنا بقى مش فارقه طالما هو زون وهو ماشي على الموضوع ده كله فمش فارقه يجي فين بالظبط تمام فيا ريت حاولي توضحي بس شكله مش هو ده كان كده وكان في سيخ زيه كمان 12 كرلاتين فيه كده مثلا انا هنا خدي بالك انا هنا بس يهمني ان ايه كشكل يبقى شكله حلو شكله يبقى شكله حلو في ايه في لوحه وكان في الحته الاثنين دي صح جنشاتها بحاجاتها كده كلها كوبي تعالي طيب وبعدين طيب لو انا سبته عشوائي كده مش هيبقى شكله حلو يستحسن يستحسن تركبه مكانه بالظبط يستحسن بس هنا الشرط من هنا مش هتفرق يعني الارتفاع من هنا بالعكس انت خليه في النص عشان يبقى انديكيت ان هو ماشي في الايه في اللوحه كلها طيب اجيبه منين اجيبه من لوحته احسن حاجه ادي الثلاث سيخ اهو ادي سيخ وادي اخوه وادي الثاني خدهم بس من بيس بوينت اللي هي العمود ده كوبي مثلا عشان بس يجوا الاول في مكانهم وبعد كده نبقى احنا ايه نشفت فيهم زي ما احنا عايزين حطهم برضو عند نفس ذات الايه العمود طبعا لو لوحه التسليح انا خرجتها وحطيت سيخ في النص كده بايخ تمام فخدهم من هنا كده يعني انا بطلع دلوقتي انا بطلع لوحه التسليح تمام خدهم من هنا كده اهو موفها لي فوق هتلاقي مثلا في نص البحر في الحته دي تمام تفتح لي الاف 8 عشان يجي مكانها مظبوط طيب وبعدين يستحسن تفصلهم وتبين كل سيخ بشكله او ممكن تجنش وخلاص يعني لو انت عايز بس تفصلهم ايه يبقى المسافه من السيخ والتاني 2 من 10 تمام عشان كل شكل سيخ يبان بشكله هو كده كده في التفريده بس عشان اوضح في اللوحه دي اماكن الايه الوصلات تمام طيب خد لي يا عم دي كده موف ادي السيخ ده كده موف اهو من هنا خليه مثلا ايه 0.2 لا 2 سم مش هيبانوا 2 من 10 تمام كده خلاص كده كل سيخ بان في مكانه صح اديني انديكيت الجانش بتاعي دي لوحه نهائيه ايوه خش عليها كل حاجه تمام شكله حلو الجانش ده ماشي يا عم مين ماشي اشتم الجانش بتاعي براحتك خده هنا مثلا بالمنظر ده تمام يعني عجبك طيب.
ابدا ظبط الجنشات بتاعتك بس فاكس بقى مش هنقعد نظبط في جنشات كده كده هنسرق السيخ بعد كده تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده والله هبدا اخد دايمنشن على مين؟ على الوصلات بالمنظر ده كده. المنظر ده كده دي اما احنا حطينا السيخ باتنين تمام. فبالتالي انا ممكن اخد دايمنشن على الوصله وما ادوش بقيه دايمنشن السيخ. يعني ممكن هنا اجي من مكان ما انتهى السيخ ده من مكان ما انتهى السيخ ده اخد من هنا دايمنشن 1 متر بحيث ان يبقى هنا كده تمام. ما كده كده السيخ انا مفرطه تحت ان هو سيخ 2 فاهم قصدي؟ بحيث ان انا اوضح له ان دي طول الوصله والحته دي حته زياده عندي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده والله هجيب اي خط بعد من اي لوحه قديمه عندي مثلا من اللوحه دي كده فيها خط بعد ظريف بلاش دي هات من دي ايوه انا عايز خط البعد ده كده بكتب شو ده ايوه اديني الكوره دي بعد اذنك كمان وده اللي كده كوبي روح لي على البتاع اللي عندي هجيب السيخ بالكوره هقول له موف من هنا عند اي بيس بوينت طبعا لو حطيت الكوره هنا الكوره تحت قوي فمش مشكله. طيب هات لي الكوره دي كده موفها لي طالع عند الحته بتوع السيخ دول كده انا بقول ان دول حاجه واحده صح مش لازم اكرره عند كل واحده خلاص هو حاجه واحده تمام. كل الفكره هتعمل ايه؟ هتجيب من هنا تعمل اكستند وادي الخط اللي عايز يروح دوقه مش راضي ليه؟ اه ده معمول جوين هاتوا بقى استريتش في 8 انا غلطان اني احترمتكم هاتوا مثلا كده والطول مش ده اتجاه تقسيط السيخ؟ هبدا اديله الداتا بتاعته هقول له ايه بقى هنا؟ نفس الداتا اللي كانت في البار مارك بس شيل البار مارك يستحسن عشان دي حاجه تنزل تنفيذ يعني تمام. فهو بتاع التنفيذ ما يهموش قوي البار مارك خد دي كبيرها اه انما في التنفيذ ما يهمنيش الايه؟ ما يهمنيش البار مارك انقلها لي بقى على لير جديده لير تكست مثلا او اي حاجه ال 12 متر وكل حاجه وشيل الايه؟ شيل البار مارك. وساعات في لوح شوب درونج تنزل بالبار مارك مش مشكله مش فيتال ميستيك يعني وابدا صغر الموضوع كده وابدا امسك ده اعمل لي هنا روتيت خده مثلا من النقطه دي اهم حاجه ان انا اشوفها من الناحيه دي تبقى ايه؟ عدله. اوقف لي كده اف 8 اهو موف يستحسن في الكتابه وانت بتموف تقفل الاوبجكت سناب وتقفل الاف 8 عشان تروح بمزاجك. بص لي كده بص على اللوحه لو ركب هنا مش هيبقى وحش تمام. يبقى انا كده حطيت له الحديد ده بحيث ان انا ما اجيش انزل انفذ الاقي الحداد بيقول لي اصل انا رميت السيخ ال 12 وجابني كده. ساعتها وانت مطلع لوحه زي دي والحداد جه سمعك كلمه زي دي تاخد السيخ ال 12 تحطه في عينه. تمام كده؟ كده الموضوع واضح، كده هو عارف ان هو هيشتغل ازاي. تمام؟ هو مش محتاج ان هو يشتغل من دماغه، مش محتاج يجي يسالك ويقول لك يا باشمهندس اقطع كام حته، كل الداتا معاه. كل الداتا معاه. طيب، هنا بس احنا في غلطه جميله قوي. ال 124 هنا هيتقسموا على الاثنين لان انا مدي انديكيت لسيخ والباقي بقول ايه؟ زيه. فال 124 دي هتبقى هنا كام؟ على الاثنين فيها ال 62. تمام؟ خد لي هنا نفس الداتا دي على السيخ ده، بلاش بقى ننقل دي لان لسه هحط السيخ الغطا. السيخ الغطا احنا غطينا دي فين؟ مش كان باين ده؟ مش هو ده السيخ؟ خد السيخ ده كده كوبي من البيس بوينت برضو دي نزله لي في البيس بوينت دي مثلا بس ما تبقاش رخم ما تلزقهمش في بعض كده هاتوا كده طالما هو سيخ لوحده يتيم كده غلبان خده هنا حطه لي هنا مثلا ادي السيخ اقفل لي بقى الاف 8 دي خالص طيب بلاش يبقى داخل في عمود موفه برده من مثلا من هنا هنا كده يوه
موف ماشي انا عارف ده وين. تمام هات الخط ده كده بكتبته واعمل لهم كوبي بره خده كده روتيت ان هو يبقى بالمنظر ده كده حطها لي هنا هات لي الكتابه دي انقلها خليها تيجي هنا هات دي لو قطعت فيها مش مشكله بس ما تقطعهاش في كتاب. طيب عشان اخلي منظر اللوحه كويس ولا اي حاجه هنعمل كده بس هنمسك ده كده خليها تيجي هنا مثلا تمام هات دي كده موفها حطها تحت اتحلت كده المعضله ناقص لنا بس الكوره البليه دي كده تعالى انتهي من هنا كوبي شفت المر ده كله ادي كده تحطيط الشبكه في اتجاه مين كده يبقى هنا عنوان اللوحه هيبقى ايه فرش الشبكه الايه السفليه تمام ما هو ده بس الفرش الفرش وغطا يبقى ده كده كمان دي كده ايه الشبكه السفليه ادي اول كلمه قالها لي. طيب هنعمل ايه هنعمل علويه نفس الكلام ماشي طيب اعديها ها يا احمد ايه ايه لا عندي ايه لا ايه مش فاهم هو بيقول انا رافض بقول لك عليه بيقول لا طيب نعملها دي نعملها تاني مش قضيه خد الحاجه دي كده لير ايزو ما خدناش السلم ما اكلتش رز خد دول كده مع دي مع السلم لير ايزو طيب ماشي مش مشكلة روحي بالدمنش انا هبقى امسحهم في الكوبي كوبي هاتهم مثلا هنا نور لي كلام هنعمل ايه؟ هات لي السياخ اللي هي اللي كانت هنا مش ده ركز طب معايا مش ده الحديد العلوي؟ هات لي السيخ ده من هنا على فكرة ده كان كله وصلات كان مقرف تقولي كوبي هاته مثلا من بيس بوينت نص كده مثلا ولا بلاش هاته ما تيجي في نفس المكان هاته هنا كوبي من بيس بوينت دي حطها في نفس الايه نفس البيس بوينت ابدا خد لي السياخ دي كده ما تزهقيش ما تزهقيش لسه هنعمل اضافه خد لي دول كده اهو موفهم لي من هنا مثلا حطهم كده في ايه؟ في مكان ظريف كده. ماشي يا احمد؟ طيب هو يعرف منين الراجل ده ان السيخ علوي؟ من اتجاه الجنش صح؟ ابدا هنا السيخ ده موفه قول له موف عند 2 من 10 مثلا لا سبيسيفاي بيز بوينت هات لي السيخ ده برده اي سيخ كده يقع في ايدك موفه ادي هنا البيز بوينت نزله لي كده عمودي 2 من 10 ادي هنا اهو ماشي ده كده عايز تشكل الموضوع شويه خد ده طلعه فوق سنه 2 من 10 مثلا شفت كده بقى تحس ان هو حديد كليات صح؟ وهو شكله علوي يعني لو حد قال لك ان ده سيخ سفلي ما تصدقوش يبقى طالما كده عشان نمشي بنفس الترتيب خد ده برده موفه تمام؟ ناقص شويه الايه؟ الجنشات فاهم يا احمد؟ خد لي شويه الجنشات دي كده كبيرها لي احمد انت كنت زملكاوي بيني صح؟ انا اكشف الكرة امال مين اللي كان انا كنت زملكاوي لا ماليش في الكوره بس يعني لو عايز حد يتنمر كده
في مجموعه بكره ومجموعه بكره كلها زملكاويه. بكره الله هنا مش هجنش ليه؟ عشان السيخ ده مكمل تحت بروح بقل فمش هجنش. بان انت هذا حالي كنت اسماعيلاوي صح ولا كنت حد كان مشجع النادي المصري كنت هخسره بتاع ابو اليهود ده مصر. كنت هخسرك والله فيه استفزني يعني ماتش مش عارف مين اللي كان بيقول لل مش هينفع هنا. تمام يجي معايا بالمنظر ده كده صح كده بان ان هو سيخ حلو يعني صح. هات لي خط البعد ده. انت زملكاوي يا اسلام؟ حبه يا ابن البني ادم بتولد اهلاوي مش عارف انتوا ازاي طايقين نفسكم كزملكاويه. عايز ايه انا عايز ايه يعني؟ بس هو بيقول لك عايز ايه يعني؟ اقول لك انا عايز ايه؟ لسه خسران يا اما خسران بالكفته ضربات جزاء. والله خربنا من ساعتين من ضربات جزاء بقى احنا عمرنا خدنا منكم ضربات يا احنا على طول بنديكم على عينيكم والنبي اقعد بقى السوبر ستار فات ما كانش ضربات الجزاء ايه؟ حد بيفهم في الكوره ومتابع يتكلم حد بيفهم في الكوره ومتابع انت متابع هنا خدنا منكم ضربات جزاء السوبر اللي خلاص يا اخواننا ما كانش ماتش كوره خلاص خلاص انا اللي غلطان انا اللي غلطان خلاص يا اسد انا هنفخك بعد الكورس اما نشوفه. تمام بالتالي هنا مش انا هبدا هنا احط على بس لو انا بقى خد بالك من حاجه هنا السياخ كتير مختلفه صح هي لا تختلف في كتار ولا تقصيده تختلف في الايه في الطول وانا برصص عند كل سيخ طوله فبالتالي هضطر هنا ان انا اخد دي كوبي واحطها عند كل سيخ تمام. طيب يبقى اللوحه دي هتغربل مننا شويه خد لي دي كده كوبي حطها لي عند السيخ ده انا ما جاتش بالكره ليه لان انا مش كاتب ال اللي بتساوي كذا طيب ماشي لا بقى خلاص هنا يستحسن تتعمل كامله بقى يا في ناس بتعمل ايه بتستعفن وتمرض دايمنشن على السيخ بتعمل ايه بتاخد دايمنشن على السيخ بقسم زونات ايه زونات هنقول ازاي ماشي ده طبيعي عادي وبيبقوا عايزين اخد اخر واحده عادي هم اللي مش هم عايزين لوحه واحده طب خلاص هاتي ده كوبي من البيس بوينت دي مش هننزل هنا يجي في مكان بعيد شويه ما تقوليش على بعض من ده سيخ واحد غلبان هتاخد له الدايمنشن بتاعه اللي هو بالطول ده وتاخد الكوره معاك مش مشكلة هات السيخ ده كده هو يستحسن يجي في حتة بس هنا واضح بس كده تمام وكل حاجة من دول تكتب عليها البعد على فكرة هي ممكن نتفق بواحدة بس وايه واقول ان انا واخد له الحديد افرده تحت وادي له ابعاده يعني ممكن اكتفي بواحدة بس من دول تمام بس على الاقل لما اخدها خدها على ايه؟ على اكبر سيخ. دي كلها يعني دي كلها بقى بتاعتك انت، ان الطول هيختلف بس هم نفس التقسيط والله ان هم كلهم 6 فاي ايه؟ 16. ادي لوحه الفرش والغطا. فيها حاجه يا احمد؟ طيب. عايزين نعمل لاي اوت بتاع الاضافه. بتاع ايه؟ الاضافه. بيتعمل ازاي؟ هات لي نفس اللوحه دي. هات لي البتاع ده كده كله. ماشي؟ كوبي لا سوري قصدي ليه ايزو خدوا كوبي طب ما دي اسهل كوبي من هنا مثلا نحطها هنا نور النور هنعمل هنا ايه؟ هجيب اللوحه بتاعت الديزاين اللي انا بوظتها اللي انا بوظتها خالص دي خربتها هبدا مثلا اشوف اضافه العلوي مش اضافه العلوي ده في محيط العمدان؟ طيب جميل بقى تعالى مثلا ناخد العمود ده
ناخد العمود ده. رجع لي هنا كده تاني للوحه. اهو دي اللي سرقنا منها السيخ. طب تمام. مش دي لوحه الديزاين؟ ديزاين دروينج. طيب خد بالك من حاجه. هنا بيقول لك ايه؟ طول السيخ 4 صح كده؟ وتقسيطه على كام؟ على 3. 30 متر حرام عليك. 3 تمام؟ يبقى السيخ التوب ده، السيخ الاضافي العلوي ده، مش ده المفروض متحطط من هنا؟ من سنتر لاين العمود؟ طب خلاص انا عرفت ان انا عندي سيخ طوله 4، ماليش دعوه برقمه دلوقتي. تمام كده؟ ومتقسط على كام؟ على 3 صح؟ ارجع لي هنا تاني للوحه بتاعتنا. كان العمود ده الاضافي واحنا بنصمم بيبقى مش بيتحط في الموقع من سنتر لاين العمود ولا من على وش العمود؟ من سنتر لاين العمود، الاضافي بيركب العمود. اعمل نفس القصه دي هنا. خد لي هنا اهو. يعني في سيخ في اهو كده. طيب ابعد من هنا كام؟ مش هنا ده تقسيط السيخ؟ 1.5 جدع مين؟ تمام؟ خد لي اوبست، قول لي عند 1.5، خده من فوق كده، خد لي نفس ده كده حطه لي تحت كده. تمام؟ طيب الخط اللي في النص ده ابعد من هنا، مش ده بيمثل طول السيخ؟ يبقى ابعد من هنا ايه؟ طول السيخ كان 4، يبقى 2 و2. طيب اللي هيحصل دلوقتي ايه؟ امر فيلت بالشكل ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده. تمام كده؟ طيب الخطين اللي في النص دول انا مش محتاجهم، وابدا هنا اعمل لي ايه؟ والله ارث جير هات لي بنفس اللير تاني، هو في ثانيه هيتحط. ادي نفس الليير اهي، ادي طول السيخ. تمام؟ حتى كده تعالى خد الدايمنشن هتلاقوه 4. تمام كده؟ اديله بس هنا الجنش، ويفضل تعمله داش. فضل فضلا وليس امرا. دروب بانيل دروب بانيل حسبي الله ونعم الوكيل. يا احمد. الشكل شبه الدروب بانيل. بس انا برص فيها السير. شبه الدروب بانيل ماشي. احمد انت مش عشان نجحت النهارده؟ ايوه بالظبط كده. خد لي كده شكل الجاتش ده. اعمل لي ميرور. هاته هنا. كده. قول له اوكي. ده كده كل اللي هتعمله هنا. هتجيب لي لاين من النص. يعدي لي. اوعى يبدا. يعدي لي هنا في نص السيخ ده. مش هو بيقول لي 6.16 في المتر؟ ماشي، انا مش عارف هو كان معلق على 6 ليه في المستطيل ده، ما عادش يلزمني. اعمل لي هنا اوفر كيل عشان امسح الخط اللي تحتي واخلص. اوكي شكرا. غرف داهيه. نمسك ده كده مع الجنش مع البتاع ده. عايزين نديهم خط داشت، هو بلاش الجنش يبقى داشت، خليه ده بس داشت. لسه خط ما اتمسحش. طيب هنا بقى داشت صح كده؟ خد لي ده كده المنظر ده كده بده. اعمل لي باس اري. انا زهقكم من باس اري دي. سيلكت باس كيرف، قلت له اهي. بيقول لك عايز كام؟ عايز 6 في المتر. ادي 1/6. ايه؟ لا 6. 6 في المتر. تمام؟ هنرجع للوحه تاني ما تزعليش. هات لي اللوحه يا عم تاني اهو. 6.16 على المتر. تمام؟ ايه ده؟ ايه اللي انا هفتح ده دلوقتي؟ طيب نرجع تاني للاوتوكاد. مش ده كده اول عمود هنا؟ هعرف اعمل اللي بعده واللي بعده ولا نعملهم تاني؟ طيب. طيب تعالوا نفترض ان هنا هاخد في الاتجاه التاني. تمام؟ طيب انا كده عملت ايه بالموضوع ده؟ خدهم كده اعمل لهم اكسبلود. تمام؟ هتبدا سيادتك تعمل لي كده، بتدوس لي كنترول 1، طلعوا كام سيخ؟ 36. تمام كده؟ هو فعلا 4 في 6 هي 6
3 في 6 ب 18. اه يا مستفز. 6 في 6 عشان دي 6 في 6 هما 6 في 6 في 6 ازاي؟ الرخامه دي جت عشان خط داشت. يبقى الحل نعمل هنا ايه كده مع الجنش نعمل له جوين. ولو اخدت الجوين مش هجيب الطول. ماشي هنعدهم بالطريقه دي بعد ما نعمل لهم جوين. او خدي هنا اقول لك على حاجه ممكن اجي اقول له هنا احلها ازاي. ايه ما هنا خلاص هنا لو الجنش اتعدى مش مشكله. ادي اللاين اهو هات لي من نص البتاع ده انزل لي الثلاثه ده ذنبك يا علي عشان اعيدها لك اهو كده اعمل لي على فكره انا فاهمها. ادي الاري ادي الباسكيرف ادي السوتس وادي اللي قشرها ويبدا الموضوع ايه يجي معايا كده. طيب امسك دي كده اعملها اكس بلود امسح الخط ده تمنتاشر سيخ بقى تمام. بعد ما انت اتنصحت وعديتهم تقوم جاي من هنا عاملهم داشت. طيب يبقى اكيد الواحد ده دي ولا مش شرط؟ ما انا بدات بواحد اهو مش انا حطيته على طرف المربع؟ لا ماشي بس قلت له قصات لي على ثلاثه؟ ايوه بس مش المفروض عندي حته صغيره كده في الاكل وغير كده مش المفروض ان انا بزود واحد بادي يعني ده 6 في 18 وواحد بادي يبقى قد كذا. طب بس دلوقتي اللي حصل ايه؟ انا حطيت السيخ على مش على طرف المربع كان فيه كفر. لا بس الحته اللي تحت دي كان فيها مضمون انا لمحتها يبقى احط لها سيخ تمام. طيب لو هنفترض انه هنا كله بس زي بعضه هتاخد هيبقى شكل اللوحه دي بالمنظر ده كده كوبي من كليك يمين ميد بتوين تو بوينت من النقطه دي والنقطه دي ادي من سنتر لاين العمود هتركبهم هنا كوبي كليك يمين لو الاضافه دخل في بعضه مش معضله بتوين تو بوينت اهو زي دول مثلا ما بياخدوش ال دي كده العمود عليه 12% ده راجل ديزاينر وانا بشتغل وراه هو احنا دلوقتي في التصميم ولا في الشوب دروينج؟ اه انا معاك بس هو كتصميم كان طبعا لا كان حقيقته على الشبكه بس هي خد بالك هي 6 12 بس خدي بالك من حاجه هي 6 لا هي 6 12 تمام. لو كنت 8 12 وجربت احط 4 اتساخ هرجع برضه للاربعه فهو الراجل هنا ما كانش ليه حل غير كده هرجع برضه يبقى عندي 12 سيخ في المتر. لا امين احط 3 16 لو خليتها 6 16 بس خدي بالك ممكن تكون الحته دي بس هي اللي ممكن فيها حالي وبقيت الشبكه حرام احط فيه مساخ 16. احنا حاطين هنا 6 16 عشان التصميم كان طلب 6 16 صح ولا لا؟ ماشي طيب وهنا برضو نفس العمدان دي لو لقيت عندهم اضافي تبدا ايه تحطها ونفس الكلام ده هتعمله الناحيه الثانيه تمام كده الموضوع ما فيهوش معضله كده المفروض اكون انا خلصت اللوحه النهائيه دي. موضوع الغربله دي ايه؟ اللوحه دي اسمها لاي اوت عشان ايه الحصر. موضوع الغربله دي بتجيب كل اللوحه دي تركبها على بعضها يعني ممكن تاخد دي كده كوبي مثلا بس هقول لك بقى بتساعدك في ايه. كوبي كده مثلا اهي تمام وبعدين ايوه شطوره خد لي الصياغ دي كده كلها بس طبعا عشان ده مستفز مش هاخدهم كلهم فاحنا بقى هنطلع انصح منه هنعمل ايه؟ هناخد دي كده واقول له لاي ايز تمام؟ هم خد له اللوحه دي كلها دي انت واخدها ايوه صح اقول له كوبي مش كله لا كله امينه ما تبقاش رخم تمام. طب ايه اللي هيحصل؟ ما حقتهم يتاخدوا واحده واحده ادي الغطا اهي وهدي كده موف ادي العلوي وانت خليت كل واحده
ما يفرقش معايا شوف، ما يفرقش معايا شوف. هقول لك يفرق معايا ايه بالظبط. وادي هنا اهو، اعمل لي كده انايزو، هات لي العمدان دي. قولي يا سامي. كما تحبي. بس طبعا الصح، الصح هنا انك تحط الحديد على قد بالظبط، وخصوصا في الظروف المعنيه اللي احنا فيها والحديد دي. الحديد ايه؟ تحط الحديد على قد بالظبط. اه يعني تقصد كده بقى صح في الحاله دي ان زي ما هو عامل بالظبط. طيب هعمل ايه انا بقى في اللوحه المنيله دي؟ انا عملت المنظر ده ليه؟ عشان لو حد يا باشمهندس السقف في الدور كذا خد معاك كام حديد على طول، تقوم من هنا تقول له ايزو، تمسك ده كده تدوس لكنترول واحد، ادي كل عدد السياخ المستعمله في السقف تمام كده، اللاين لوحده والبولي لاين لوحده، ده اللي هو اللاين ده هتلاقيه بيمثل لك هنا الحديد اللي هو ايه العلوي تمام، الحديد العلوي بتاع العمود اللي احنا عاملينه ده تمام كده. تبدا اه والله ده انا عندي قد طول كذا، فتبدا تحصر السقف بتاعك في ثواني. لا ما الاطوال معايا، اعرف ما عندي كام عدد والاطوال اجيبهم من اللوحه الثانيه، فبالتالي انا ايه حصرت السقف. ملهاش لازمه لو انتم شايفين ان ملهاش لازمه، بس هي بتتعمل يعني، بحيث ان هي بتحاكي قوي او بتحاكي قوي شكل الشبابيك مثلا يبقى عامل ازاي، شكل السقف عامل ازاي كده، ملهاش لازمه تمام. بعد كده انا كده المفروض اكون طلعت اللوح بتاعتي بتاعت الفلات سلاب، اتمنى تكونوا فهمتوا، لان الفلات سلاب اصعب نوع سقوفه و اصعب سقف هو الفلات. الهولو بلوك صدقيني هي رسمه محفوظه ما فيهوش اي فتح، فاتمنى اتمنى من الله ولا يكتر على الله ان تكون الشباب الثلاثه اللي ورا دول كده فهموا معايا حاجه. الباشمهندسه فاهمه، والباشمهندسه فاهمه وكانت بتشرح للباشمهندسه، اسلام في الطراوه، مين اهو على قد ما بيقدر بيفهم، الباشمهندسه بسم الله ما شاء الله وكانت بتشرح الكرسي معايا. فيعني انا قلت بسم الله ما شاء الله عشان لو خايفه من الحسد. فيعني كده اظن الموضوع ماشي كويس، وتقريبا كده هو انتوا مجموعه بالليل لسه انتوا متاخرين شويه. اه مش هقول لكم اشوفكم على خير.